مرحبا بكم وصحة فطوركم. راكم في كاميرا كاشي قادر احكي العادة والعويد. اليوم جبنا لكم عبد الله نصرو. الحجرة تتحرك وهو ما يتحركش، مي جاب لي ربي رضا جودي حيحركوا السير. قادر روحك شنو؟ وين هذا يجوز يا اخو؟ لازم يدخل معنا دوكا. رياض شاهين ناقد ومنتج فني تخصص انتاج كليبات. الشاب عبد الله نصرو. عبد الله نصرو من حين الشاب. عبد الله نصرو. عبد الله نصر. الناس غلبوا كلامي كبر صحيح. لا ما شاء الله لسه في خير وبركة يا أستاذ. حضرتك نيولوك ما شاء الله متشرفين طبعا. هو يؤدي الأغنية الراياوية العاطفية. جميل جميل جميل. دوكا روحوا نسمعوا أغنية غير أنتي. غير أنتي. غير أنتي اللي ربحت عليك. غير أنتي اللي ربحت عليك بصوت عبد الله نصر. غير أنتي اللي ربحت عليك جرسك الخير ولهنا بر اللي بغاها قلبك بيته فيك ومعاك نكمل يا الحنينة. هو صوته جميل صراحة، عنده نبرة كده موجودة ما شاء الله. في مشكلة بس في 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 المزج الموسيقي وفي التركيبة بتاع اللحن، مش 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 أغنية اللي يعول عليها الفنان النهاردة في 2018 انه يعمل يكسر الدنيا فيها. لا لا ما نسمعوا احنا يا بحر. ما نش دارينا باش دير كذا ولا نسمعوا مش كان مقبل. يعني دي اغنية ماتت البيه في حياتك، وتحس ان في نفس ستايل، يعني نفس الكلمات المتداولة. فيمكن لو الاخ عمل اغنيته دي بال99 انشودة وتم برمجتها في في المنهاج لا. المدرسي وعلمت الاطفال الصغار. الحمد لله نعلموها لفري صغار ومنعلموهاش وما نورولوش حاجه اللي تحرف. بس ايدي وفي ايدك وماشيين على البحر. في ايدي في ايدك وماشيين على البحر وما نقولش حاجه واحده اخرى. ماشيين على البحر. تحكمت على اغنيه واحده. خليني تحكمت على اغنيه على البحر. شد لي في البحر بدايه مشوارك. يعني بدايه مشوارك، يعني لما تقول انت فنان قادر روحك. نبيل بنت لغة الغنية. سمعني حاجة تانية يا أستاذ نبيل، خلينا يمكن نغير رأينا. هذه الغنية نكرهها. شفت اعتراف صريح جدا على رداءة الإنتاج. انت ما راكش تنتقد، انت راك تطاكي. يا هذيك انا اللي خلقتني. ايه تطاكي دي؟ يعني راك تهاجم. هاجم قرش. راك فيلم القرش. والله غلط. رضوان المخرج. هذه اللي راح نسمعوها من بعد في المباشر. زيد لها شويه. لحنها مسروق. دي لحنها مسروق. دي لحنها مسروق. الأغنية مصرية، لو كان المخرج يعمل لنا يعني الأغنية دي عشان تعرف الشبه. أغنية الشبه مسروق. أنا نقول ونسامحها أنا تانيك على. مش قلت لك يعني مسروق أصلا نية. ما نش مسروق. نية السرقة موجودة. أنه مش عاود. شي عيب اللي عاود. ما عجبتك؟ دي مش هتعجب حد. تحت جمت عجبك. لا بجد. ما أنت سارقها. ثم خاطيكم إيه سارقة على. وتفتخر على الجيريان. وتفتخر على الجيريان. السرقة حرام حتى على اليهودي. ولا لا السرقة حرام. لا يجوز انك تسرق. سرقتش. انت قلت سرقها من جزائري. وعودت لها، عود موديفيتها، عود خدمتها كوستي، خدمتها حاجه فخره. معليش على كل حلوه ما راح يتعامل معك. طبعا ما راح يشتغل معك. ما قال لك
لا يمكن لا يمكن انه يقف في بال الشرطه. يعني ده اصور له كليب زي هيفا وهبي ناس عقرب والناس كده والهيصه هو ما سرقهاش عاودها ويسرق حرام. انا دلوقتي اتساءل انت فين من هذا الفن؟ انا ما فيش طبعا ما فيش انت ولا حاجه بالفن ده عندك هذيك البشر ازاي هذيك البشر ازاي تتجنى على الفن الرايوي انت انا سرق حرام ونورمال وفهمها كيف حبي نورمال دي يعني عادي عندك انت عادي سرق. عادي انا قلت لك سارق اغنيه قلت لي لا قادر روحك شوف النظره بقى قادر روحك شوف قادر روحك قادر روحك دير قدر الامر قادر روحك شوف نظرة ما تحترمنيش وش ما احترام هذا انت 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 تعترف انك سارق مانيش في الديره اه لا لا عادي احنا نتناقش نتحاور ما مهنتك ايه يا رياض عيتني على بالك اقسم بالله غير عيتني رياض والله غير رياض شويه لا لا ماني كبير عليك ما قادر روحك قادر روحك حضرتك بتاخد كم في الشهر؟ حوسني اشحال السؤال ما عندي شهريه لي بجد بجد ما بتاخدش فلوس؟ ما بتاخدش فلوس؟ بتشتغل بلا فلوس انت؟ انت سؤال عادي احنا مش على المباشر نسال ندردش احنا حضرتك تشتغل عندك لوردون يا مازال تشتغل تاخد كم في الشهر عندي امورات ما تجي ما عندك ما دخل عادي كده يعني اعطيني كده ما عندك ما دخلك هذه الامورات انت ما بتاخدش فلوس ما بتاخدش فلوس ما ناخدش فلوس باش راني عايش انا اتكل على الله واشتغل رقاص اعطيني اعطيني 30 ثانيه يلا خليني نكمل سيبك يا مخرج بوليس هنا مستمعينا مستمعاتنا الكريمات اللي راكم تشوفوا فينا بيانسيرون سيرميك في الفيسبوك تهجم علي ده وضربني يا جماعه ضيف اللي هنا عبد الله نصرو انت فنان عاقل وعاقل بزاف مي رضا هو اللي طلع لك السكر صح رمضانك يا نصرو قادر روحك اكشك الكاميرا مخفيه واسمها قادر روحك شريكيك يسطع لها بيسطع اخويا كيراك هيا حبيبي عبك باللي اخلاح صغير حرامي حبيبي لا 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 مركوك الله صافي الليل نشكر قاع اللي راهم واقفين على الحصة هذه وقاع العمال تاع قناة النهار وراديو الشمس وانتم ثاني يعطيكم الصحة نبيل مي شيء وش تقول لهم رمضان ونقول لهم صحة رمضانكم وكل عام وهما بخير إن شاء الله والعقوبة العام منها قدر روحك الله يعشق